شيخنا أبو عبد الله محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله فالق الحب والنوى، فالق الأصباح والنور، والصلاة والسلام على رسول الهدى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد أخبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أي هذا العلم أخذ بحظ وافر. وقال صلوات الله وسلامه عليه: العلماء ورثة الأنبياء. فلا شك أن الإنسان إذا انضم إلى هذه القافلة الطيبة الكريمة العظيمة المنزلة المقربة إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أنه إذا انضم إلى هذه القافلة سيفوز فوزا عظيما، وسينال مكانة رفيعة عند ربه سبحانه وتعالى، الذي يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن شهادة العلماء بشهادته سبحانه وتعالى، وما كان ذلك منه سبحانه إلا ليبين قدرهم وعلو مكانتهم وحبه لهم سبحانه وتعالى. العلماء الذين بهم تنار الطرق للناس فيتعرفون على ربهم سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويتعرفون كذلك من خلالهم على أمر الله ونهيه، وكذا يتعرفون على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، بل ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بحبهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أخبر أن المتحابين بجلاله يظلهم في ظله سبحانه وتعالى. وأكثر الناس يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بحب العلماء، فهنيئا لمن سار في هذا الركب، يحبه الله، يحبه الرسول، تحبه العامة، ويحبه العلماء، يرفع الله درجته ويعلي قدره. وحديثنا في هذا اليوم المبارك، لأنه في شهر مبارك، حديثنا عن أحد هؤلاء العلماء، عن عالم رباني بكل ما في هذه الكلمة من معنى. قد يصل الإنسان أحيانا لمعرفته به إلى الغلو، وهذا مرفوض، ولكن الإنسان أحيانا يصل إلى هذه المرحلة من شدة حبه وتقديره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإنصاف في كل شيء. حديثنا عن عالم رباني، والرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما قال البخاري وغيره.
حديثنا عن عالم أحدث أمرا عظيما لا يزال الناس حتى بعد وفاته وإلى أمام لمدة الله أعلم بها، أحدث للناس طريقة في طلب العلم ما كانوا يعرفونها. نفع الله تبارك وتعالى بعلمه نفعا عظيما، ففتح الله تبارك وتعالى به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفقه الله سبحانه وتعالى بأمور، فقد كان رحمه الله تبارك وتعالى سريع البديهة، قوي الحفظ، مقنع الرسالة، فصيح القول، وغير ذلك كثير. حديثنا عن أبي عبد الله محمد ابن صالح بن محمد العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، ورحمنا وإياكم رحمة واسعة. يرجع نسبه إلى وهبة من تميم، نشأ نشأة علمية منذ صغره، فما كان يعرف اللعب كما كان يعرفه الذين هم في سنه، بل نشأ في بيت علم، فنشأ نشأة علمية، وكان أهلا للفتوى قبل أن يبلغ العشرين من عمره. حفظ الألفية في النحو والبلوغة، بلوغ المرامي، والقرآن والبرهانية في الفرائض، وغير ذلك كثير في صغره، حتى إنه كان دائما يقول عليكم بالحفظ، فوالله لقد نفعنا الحفظ لما كبرنا وانشغلنا عنه، فصار ما حفظناه في صغرنا نافعا لنا في كبرنا. كان رحمه الله تعالى كما قلنا ربانيا، يعرف كيف يربي، ولذلك تعلق به طلبته تعلقا عظيما، فما كانوا يقدمون عليه أحدا أبدا، وكانوا يشرقون باسمه إذا سمعوه لشدة حبهم له، وذلك لحسن سياسته معهم رحمه الله تبارك وتعالى. كان جل وقته في التعليم والتربية، فكان يبدأ دروسه بعد الفجر ويستمر بذلك إلى أن ترمض الفصال، أي في وسط الضحى، وسط الضحى، ثم بعد ذلك ترك هذا وبدأ يبدأ دروسه، وصار يبدأ دروسه من الضحى، في أول الضحى، من 8 صباحا إلى صلاة الظهر لا ينقطع الدرس، وكان ربما قرأ 4 كتب في 4 فنون في درسه، وكان يحرص على الطلبة أن يحفظوا، وكان يسمع لهم في بداية الدرس، سواء كان هذا في علم الحديث فالبلوغ، أو كان هذا في المصطلح في النخبة، نخبة الفكر، أو كان هذا في التفسير في القرآن الكريم،
وكذا في الألفية في النحو والبرهانية في الفرائض، وكانت له دروس كذلك بعد المغرب يومية عدا الجمعة، كل يوم له درس بعد المغرب ودرس آخر بعد أذان العشاء، ويؤخر الإقامة ويستمر الدرس حتى إقامة صلاة العشاء. وكان كذلك يعقد الدروس في بيته، وقد اختار طريقة سماها بالباب المفتوح، فيفتح باب بيته يوم الخميس ضحى إلى صلاة الظهر، يستقبل كل أحد، فيأتيه الناس من كل مكان فيقدم بشرح بعض آيات كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يجيب على الأسئلة. وكانت له دروس خاصة للقضاة، يأتون إلى بيته فيدرسهم، وكان له ما بين الظهر والعصر يستقبل الفتاوى بالهاتف من كل بقاع العالم، وبعد العصر يجلس في المسجد قريبا من ساعة أو أكثر للعامة، من أراد شفاعة أو أراد سؤالا أو أراد حاجة، وما رأيته رد سائلا قط، يعطيه ما كان عنده. وكانت له كذلك الدروس في الإذاعة كبرنامج نور على الدرب وغيره من الدروس. وكانت كذلك له دروس الحرم في مكة شرفها الله، أينما حل عقد درسا، لأنه يرى أن في ذلك نفعا عظيما، وكان الأمر كذلك. بل حتى في آخر عمره لما ذهب إلى العلاج في أمريكا كان يعقد الدروس يوميا هناك، حتى أني اتصلت عليه يوما هناك لأسأل عن صحته، فقالوا لي انتظر فهو في درس الآن، فاستمعت إلى الدرس من الهاتف قريبا من ثلث ساعة، ثم بعد ذلك كلمنا رحمه الله تبارك وتعالى. فكان حريصا على نشر العلم في أي فرصة يجدها، ولكنه مع هذا ما كان يخلط العلم بغيره إذا لم يكن مناسبا، فكان يمتنع ويأبى أشد الإباء أن يلقي درسا في عرس أو يلقي درسا في عزيمة في عشاء أو غداء، ويرى أن هذا من الإثقال على الناس. ولكنه إذا وجد فرصة سانحة في غير هذه الأمور التي اعتادها الناس للضحك أو الحديث أو السمر أو ما شابه ذلك والفرح، فإنه كان يلقي الدرس، أما في هذه الأحوال فكان يمتنع رحمه الله تبارك وتعالى. العجيب فيه أنه كان موسوعيا، ونحن عندما نقرأ أو نتحدث عن سير هؤلاء والله ما نريد إلا أن يكونوا لنا قدوات، وذلك أن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ونحن كذلك عندما نقرأ سير هؤلاء كذلك نريد أن نقتدي بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. وكما قال الفرزدق لجرير أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، فنحن نفتخر بهم ونفرح أن هؤلاء من هذه الأمة المحمدية صلوات الله وسلامه على
رسولها ونقتدي آثارهم ونلتزم طريقتهم، فقد كانوا على طريقة سنية، على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح من هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين رحم الله الجميع. كان رحمه الله تعالى موسوعيا، إذا تكلم في العقيدة قلت هذا ميدانه الذي لا يجيد غيره، فقد أفنى فيه عمره. فإذا ترك الحديث وتكلم في الفقه قلت هذا فارس الفقه، وإذا تكلم في الأصول كذلك قلت هذا ميدانه. وكذا التفسير الذي سلك فيه طريقة شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فكان ربما فسر الآية ثم تطرق بعد ذلك إلى الفوائد التي تستخلص من الآيات، فكان يعد الفوائد واحدة تلو الأخرى، ثم إذا انتهت الفوائد الظاهرة التي يراها الكثيرون صار بعد ذلك ينظر إلى السماء كأنه ينظر إلى شيء مكتوب، ثم يأتي بالفائدة، ثم يرفع رأسه قليلا ثم يأتي بالفائدة، ثم يرفع رأسه ثم يأتي بالفائدة، لا تدري من أين يأتي بها. وذلك أن الله تبارك وتعالى يوفق بعض عباده ويعطي من علمه، كما قال سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. ونشهد الله تبارك وتعالى على أننا نحسبه تقيا ورعا زاهدا رحمه الله تبارك وتعالى، فكل علم يتكلم فيه ترى أنه فارس هذا العلم، ترى أنه فارس هذا العلم. ففي العقيدة والتفسير والفرائض والنحو والأصول والفقه والحديث والمصطلح كلها يعقد فيها الدروس، وترى أنه واحد زمانه في هذه كلها. نعم قد يتميز أكثر في بعضها على الأخرى، ولكنه في الجملة فارس هذه العلوم. كانت له طريقة متميزة في الدرس، بحيث يستفيد من الدرس كل من حضر، سواء كان من كبار طلبته أو من غيرهم أو كان من عامة الناس. ولذا كان يحرص الكثيرون على حضور دروسه، على الدروس المتخصصة كدرس الأصول أو درس الفرائض أو درس النحو، هذا قد لا يستفيد منه كثيرا عوام الناس، ولكن درس الفقه ودرس التفسير ودرس الحديث بل وحتى درس المصطلح كان يبسط فيه المسألة ويسهلها على كل أحد. كانت له طريقة متميزة في إلقاء الدروس، ولذلك كتب الله تبارك وتعالى لأشرطته في الانتشار ما لم يكتب لغيرها على حسب علمي، حتى وصل صوته إلى كل بقاع الأرض عن طريق الأشرطة العلمية التي كانت ترسل بعد أن يلقيها رحمه الله تبارك وتعالى. كان أولا إذا شرح المسألة أعادها مرة واثنتين وثلاثة حتى يستوعبها الحاضرون، وكان سهل العبارة، يختار أبسط الكلام
وكان فصيحا حتى قال عنه بعض أهل العلم وهو الشيخ المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى، لما سمع له درسا في الحرم المدني قال: ما رأيت أفصح من هذا، ما يكاد يلحن، ما كان يكاد يلحن في أثناء دروسه، بل يأتي بالعربية الفصحى المبسطة الواضحة، وربما استعان أحيانا باللهجة العامية يضفي بعض السهولة على العبارة. وكان رحمه الله تعالى واضح المخارج، مخارج الحروف عنده واضحة تماما، وكان مؤصلا، إذا ذكر المسألة ذكرها مؤصلة كأنه يؤلف كتابا أو يقرأ من كتاب. وكان كذلك رحمه الله تعالى دقيقا في اختيار الألفاظ، يختار اللفظ الذي يعين في فهم هذه المسألة. وكان يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية: كأن الألفاظ وكأن العلوم بين يديه، يختار منها ما يشاء ويضعه. والله أنا أقول هذا فيه هو أيضا، كان الأمر كذلك بالنسبة إليه. وكان في أثناء الدرس يسأل الحاضرين لينتبه الجميع، فالذي يريد الاستفادة كان يحضر درس الشيخ ويستفيد رغما عنه، والذي لا يريد الاستفادة فإنه كان أحيانا كثيرا يأبى الحضور، يخشى أن يسأله الشيخ، فكان يسأل دائما، خاصة إذا وجد شخصا غير منتبه وجه إليه السؤال: ماذا قلنا؟ أعد الذي قلناه، ماذا تفهم من هذه المسألة؟ ماذا نقول في ذلك؟ حتى إن يذكر أنه سأل شخصا مرة، وهذا أيضا ينبه إلى قضية، ألا وهي أنه كان مرحا في دروسه، فكان طلبة يأتون ويفرحون بالدرس، ينبسطون ويخرجون كذلك بالعلم النافع. ولا أعني بمرحه أنه كان الدرس فيه ضحك أبدا، ولكن يستخدم بعض المرح ليخفف وطأة العلوم الشرعية الثقيلة أحيانا. فأذكر مرة أنه كان يتكلم عن أحكام الرضاع، وهو يشرح التفت إلى أحد الحاضرين فقال: أنت؟ قال: نعم. قال: سؤال. قال: ما هو؟ قال: اثنان رضعا من بقرة واحدة، هل يكونان أخوين من الرضاعة؟ فسكت. قال: اثنان رضعا من بقرة، هل يكونان أخوين من الرضاعة؟ قال: نعم. فقال له الشيخ: والبقرة أمهما؟ قال: لا، ليس أخوين. قال الشيخ: إذن كلنا أخوان من الرضاعة، كلنا نشرب من حليب البقر. فكان يستخدم مثل هذا المرح في أثناء الدروس، وكان سريع البديهة فيه، سريع الخاطر، حتى إنه سأله شخص يوما قال: هل يجوز لبس العقال؟ لأنه المعروف عند المشايخ العلماء ما كان يلبسون العقال، يلبسون الغترة فقط. فقال: ما حكم لبس العقال؟ فالتفت الشيخ فإذا تحته أحد الطلبة يلبس العقال وهو على الكرسي الشيخ، فأخذ عقاله ولبسه، ثم قال غيره سؤال آخر، كأنه يقول هذا هو الجواب، أنه يجوز. وهكذا أشياء كثيرة جدا لو أراد الإنسان أن يحصيها لخرجنا عن الفائدة المرجوة
من هذا الحديث الذي نتحدثه الآن، ولطال علينا كذلك الدرس، ولكن القصد من هذا كله أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يكثر السؤال، وكان كذلك مرحا في طرحه العلم، كذلك كان مرتبا في حديثه، مرتبا تماما، عندما يتحدث النقطة الأولى، النقطة الثانية، الثالثة، خلصنا الآن إلى 4 مسائل، المسألة الأولى كأنه ينظر إليها، ولكنها يرتبها في عقله رحمه الله تبارك وتعالى، فكان مرتبا في طرح كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وكان قد تميز بقضية، ألا وهي استحضار الأمثلة، ما يكاد يأتي بمسألة إلا ويأتي لها بمثال، ومعلوم أن الأمثلة توضح أكثر، وتلك الأمثال نضربها للناس، فالله يضرب الأمثال كثيرا حتى يستوعب الناس الأمر. فكان الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا ما يستخدم الأمثلة، بل لا تكاد تمر مسألة فيها شيء ولو يسير من الصعوبة إلا ويأتي لك بمثال حتى يوضح هذه المسألة. والعجيب فيه على انشغاله بالعلم والطلب منذ صغره وحتى بعد كبره مع طلبه، إلا إنه يستحضر قصصا كثيرة جدا، فكان كثيرا ما يستشهد بالقصص التي وقعت له أو لمشايخه أو لآبائه أو لأجداده أو حتى للتابعين أو أتباع التابعين أو للصحابة أو سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أنه كان كثيرا ما يستحضر الأمثلة والشواهد من القصص وغيرها، كان يركز على اتباع السنة، اتباع الدليل، كان حنبليا في دراسته منذ صغره، وكان يدرس كذلك كتب الحنابلة كالروض والزاد وغيرها، ولكنه مع هذا كان متبعا للدليل، كان متبعا للدليل، ما كان مقلدا، بل كان متبعا، إذا صح عنده الحديث كما قال الإمام الشافعي فهو مذهبي أبدا. لا أذكر يوما أنه ظهر له خلاف الحق وقال والله لكن هذا هو المذهب، أبدا. إذا اتضح له الرأي الآخر ورأى أنه هو الحق التزمه بغض النظر خالف من خالف. وكان يقول لنا دائما عليكم بقول الجمهور، وذلك أن قول الجمهور في الغالب أقرب إلى الحق من غيره، فيقول التزموا قول الجمهور غالبا، إلا إذا كان عندك دليل مثل الصخر، يعني دليل قوي جدا خالف فيه الجمهور، أما غير ذلك فلا تخالف قول الجمهور وعليك به. كان أحيانا وكما قلت وأكرر له طريقة متميزة في الدروس، وإذا كان طلبته إذا جاءوه ثم انتقلوا إلى غيره يحزنون حزنا شديدا، لأنهم يعلمون الفرق على الأقل في الطريقة. لا أقول إنه كان أعلم أهل زمانه، ولكن لا شك أنه كان أكثر أهل زمانه قدرة على إيصال المعلومة، فكان ربما يبدأ الدرس بسؤال يوجهه لطلبته، ويطلب منهم أحيانا يتناقشوا أمامه حتى يصل إلى نتيجة في هذه المسألة ثم يعلق بعد ذلك، وأحيانا يقول لهم اذكر دليلك على هذه، واذكر أنت دليلك على هذه المسألة، وتناقش مع الأدلة حتى يعلمهم أنه لا بد من اتباع الدليل وإن خالفت من خالفت.
كما قلت قبل قليل كان ربانيا يربي. فوالله الذي لا إله إلا هو تعلمنا منه الأدب أكثر مما تعلمنا منه العلم، فكان مربيا كما قال عبد الله بن وهب عن مالك: جالست مالكا أكثر من 20 سنة فتعلمنا منه الأدب قبل أن نتعلم منه العلم. وكان شيخنا كذلك، إذ كان كثيرا ما يوجه النصح في أثناء الدرس، كان ينصح لنا كثيرا: اعملوا كذا، انتبهوا من كذا، اتقوا الله، عليكم بالحفظ، عليكم بكذا. ودائما كان يركز على هذه القضية، وهي قضية توجيه النصح ليس لنا فقط، بل كان يذهب إلى أولياء الأمور، لا كما يظن البعض ويدعي كذبا أن هؤلاء أن أولئك العلماء كانوا يسايرون الحكام على ما يشتهون وعلى ما يحبون، لكنهم لهم منهج، منهج أهل السنة، منهج السلف الصالح. من كانت عنده نصيحة لولي الأمر فينصحه بينه وبينه. ما فائدة النصح أمام الناس والتشهير بالحكام؟ ما منه فائدة أبدا. فكان دائما يحثنا على هذا، وكان يصنعه. فكان يذهب إلى الملك أو إلى ولي عهده أو إلى أحد الأمراء فيأتيه ويناصحه ويذكره بالله تبارك وتعالى ويأمره وينهاه، ثم يرجع. وكان رحمه الله تبارك وتعالى يحرص على استخراج الفوائد. أي مسألة في القرآن أو في السنة أو في المصطلح أو في الفرائض أو في النحو أو في غيرها، وكان رحمه الله تبارك وتعالى يحرص على استخراج الفوائد. أي مسألة في القرآن أو في السنة أو في المصطلح أو في الفرائض أو في النحو أو في غيرها، دائما يركز على الفوائد التي تستخلص من هذه المسألة. وكانت عنده تقسيمات بديعة للمسائل، وهذه استفادها من شيخه عبد الرحمن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الأشياء التي تراها ظاهرة واضحة في حياة الشيخ استغلال الوقت. كان يستغل وقته استغلالا دقيقا، فكان إذا جاء أولا إذا جاء إلى الدرس ما يأتي إلا ماشيا إلى المسجد، ما يأتي المسجد إلا ماشيا، وبيته عن المسجد يستغرق المسير ما بين ربع إلى ثلث ساعة، يذهب ماشيا ويرجع ماشيا، يحرص على هذا، ولا يقبل أن يركب مع أحد أبدا إلا أن يمشي. أما في خروجه من بيته إلى المسجد فيستغله بمراجعة حفظه وبالأذكار، ولا يقبل من أحد أن يسأل أو يتحدث أو شيء أبدا، ما كان يقبل أحد أن يتحدث. حتى أني أذكر أني يوما انتظرته عند بيته أريده في مسألة، فلما خرج من البيت فقلت له: يا شيخ يمكن أمشي معك؟ قال: بشرط. قلت: قبلت. قال: لا تتحدث. قلت: قبلت، وما كنت أملك أن أقول غير هذا. فسرت معه ملتزما للصمت وهو يسبح ويقرأ، حتى إذا كان قريبا من المسجد في مكان معين معروف، في هذا المكان يسمح الشيخ، يكون انتهى من ورده فهنا يسمح بالسؤال. فلما وصلنا قريبا من هذا المكان جاءنا شخص أجنبي فسلم على الشيخ، سألني الشيخ أولا: كيف حالكم؟ تهيئة للسؤال. قبل أن أسأل جاء هذا ودخل علينا عرض، بدأ يسأل الشيخ لين دخل المسجد وفاتني سؤالي، لكن سألته بعد ذلك. لكن على كل حال كان يستغل وقته. أما في العودة فهذا لطلبته، بعد أن يصلي يخرج من المسجد مباشرة بعد التسبيح والذكر
غير صلاة العصر، وغير إذا كان هناك درس. إذا كان هناك درس المغرب أو العصر يجلس في المسجد. أما بعد الفجر وبعد العشاء وبعد الظهر فإنه بعد أن يصلي يخرج من المسجد، فكنا نتبعه إذا كنا صلينا معه أو لنا حاجة معه نتبعه إلى البيت مشي على الأقدام. في هذا الوقت يجيب على الأسئلة ويراجع الكتب. كان الطلبة الذين جعلهم الشيخ ينسخون الأشرطة يقرؤون عليه وهو يصحح لهم، يأتي مع الشيخ يمشي هذه الثلث ساعة يقرأ والشيخ يصحح له إلى أن يصل للبيت ثم يقول في أمان الله ويدخل. وهكذا في كل فرض بعد الظهر بعد الفجر بعد العشاء. ما كان يمشي وحده أبدا في العودة من المسجد إلى البيت، لكن من البيت إلى المسجد الجميع يعرف أنه لا يسمح لأحد بالسؤال، فكثيرا ما تجده وحده من البيت إلى المسجد، لكن من المسجد إلى البيت يستحيل أن يخرج وحده إلى البيت، إلى أن يصل البيت ثم يقول الذين لم يصل لهم الدور السلام عليكم، فيعتذر ويدخل بيته رحمه الله تبارك وتعالى. كان دقيقا في مواعيده بالدقيقة، حتى أنه يحدثني أحدهم أنه جاء إلى الشيخ يقول وعدنا الشيخ في درس، فقال تمرون عليه في الساعة السادسة، فقالوا نعم. يقول فمررنا الشيخ السادسة إلا سبع دقائق، فطرقنا الباب فلم يخرج إلينا، وما خرج إلا في السادسة وسبع دقائق. يقول فلما ركب مع السيارة أسرعنا قليلا حتى نصل يعني في الموعد يعني، فالشيخ قال لماذا تسرعون؟ قالوا أبد يا شيخ ما في شيء. قال لا في شيء، متأخر أنا عليكم سبع دقائق صحيح؟ قال لا يا شيخ أبدا أنت غير متأخر. قال لا أنا متأخر سبع دقائق، أصدقوني تأخرت عليكم سبع دقائق لكن أنا متعمد. قال نعم. قال أنا متعمد لأنكم جئتم قبل الوقت بسبع دقائق، فأنا تعمدت أن أتأخر عليكم سبع دقائق حتى تلتزموا في الوقت مرة ثانية. أنا متى وعدتكم؟ ألست وعدتكم في السادسة؟ قالوا نعم. قال لماذا جئتم في السادسة إلا سبع دقائق؟ قال شيخ قلنا احتياط احتياط، تجلسون عند الباب ما تطرقون الباب. فالشاهد أنه كان دقيقا في وقته على الدقيقة، كان حريصا على ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. كان نادرا ما يتغيب عن الدرس، وإذا تغيب عن الدرس علمنا أنه في سفر، وإلا في الأصل أنه يلتزم في الدرس في وقته رحمه الله تعالى. كانت له عناية شديدة بطلبته. في بداية الطلب كان عدد الطلبة الذين عند الشيخ قليل جدا. يحدثني أخي الذي سبقنا بعام عند الشيخ وأخونا سالم الطويل يقول كنا تقريبا ثمانية الذين ندرس عند الشيخ. يقول فإذا تغيبت اتصل علي بالهاتف، أين أنت؟ ما حضرت الدرس اليوم، لماذا لم تأتي للدرس؟ كان يتصل على طلبة لماذا لم تأتي للدرس. ثم في آخر أيامه رحمه الله تبارك وتعالى كان يحضر الدرس ربما 300 ويزيد الذين يحضرون درسه، فما كان يمكنه بعد ذلك أن يتصل بأحد، ولكن كانت له عناية شديدة بالطلبة. حتى إن الملك خالد بن عبد العزيز لما جاء إلى عنيزة بلد الشيخ قال للشيخ، ذكر عمارة في عنيزة، فقال للشيخ هذه هدية لك. فقال له الشيخ أو أدلك على خير من ذلك؟ قال نعم. قال يكون لك فيها أجر عظيم؟ قال نعم. قال جعلها وقفا لطلبة العلم، ما كان يريد شيئا من الدنيا أبدا، فأوقفها لطلبة العلم، إلى اليوم يسكنها طلبة العلم ملاصقة لمسجد الشيخ رحمه الله تعالى. وكان يصرف على طلبته، كان بعض المحسنين وبعض التجار يعطون الشيخ من أموالهم ما يتصرف فيه، فكان يصرف على هؤلاء الطلبة.
يعطيهم معاشا شهريا، لأنهم يأتونه من كل البلاد. أذكر أنه كان عنده طلب من مصر، من أفغانستان، من سوريا، من لبنان، من اليمن، من الكويت، من السودان، من الصومال، من البوسنة، من كل بلاد العالم يأتون ويحضرون عند الشيخ ويسكنون في هذه العمارة. وكان الشيخ يأتي في كل خميس يتغدى معهم ويباسطهم ويخرج للنزهة معهم رحم الله تبارك وتعالى. كان مربيا بكل ما في هذه الكلمة من معنى، وكان مع هذا زاهدا في الدنيا. كان عنده بيت طين، وكان يرفض أن يخرج من هذا البيت، بيت طين، إلى أن ألزمه أولاده بعد ذلك أن البيت انتهى ما يتحمل الآن، بالكاد خرج من هذا البيت قبل وفاته بسنوات رحمه الله تبارك وتعالى. ومع هذا كان له سمت وهيبة في النفس، حتى أن يحدثني أحد الإخوة يقول لقيت الشيخ في الحرم المكي، أول مرة في حياتي أشوف الشيخ، يقول غير مصدق أني شفته. يقول فلما جئت أسلم عليه بعد الدرس في العشر الأواخر أظن، يقول لما جئت أسلم على الشيخ، احنا كنا موجودين معه لكن أنا ما رأيت هذه الحادثة، كنت بعيدا لكن كنت فوق السطح كذلك ما رأيتها تمام. فالمهم يقول فلما شفت الشيخ وما شاء الله الله معطيه صحة، والشيخ يعني صغير الحجم، فيقول لما جئت الشيخ، الشيخ مد يده يسلم علي وأنا احتضنته. يقول الشيخ يدفع لأن احتضنه احتضان يعني محترم، فالشيخ يدفع وهذا فالمهم دفع الشيخ. ما هذا؟ فقال الشيخ أنا أريد أن أسألك سؤالا. الشيخ يقول لي صاحبنا قال عندي سؤال. قال ها الشيخ يسألني؟ قال غير مصدق. يقول قال عندي سؤال. قال تسألني؟ قال نعم نعم عندي سؤال. قال نعم يا شيخ. قال المصافحة نسخت؟ يقول أنا في بالي سؤال صدق، يقول يعني ما توقعت يعني يكون سؤال هكذا. يقول المصافحة نسخت؟ قلت ها؟ قال المصافحة نسخت. صافح يا أخي صافح يا أخي ذبحتني. فهذا لما كلمناه يقول والله يعني ارتبكت، ما عرفت أجيب، ما عرفت أتكلم. يقول وقع في قلبي هيبة له، وكان فعلا له هيبة. فكان عندما يسأل أحيانا في الدرس الواحد يرتبك، يعني عندما يسأل عنده لهيبته رحمه الله تبارك وتعالى. ومع هذا كان هينا لينا، حتى إنه صلى يوما صلاة العشاء فقرأ سورة الزلزلة فأخطأ في آية منها، وكان جل الذين خلف الشيخ طلبته، وهذا في المسجد القديم في الضليعة قبل أن ينتقل لمسجده الكبير، فأخطأ في آية في الزلزلة، والصفوف التي خلفه ثلاثة أرباعها من طلبته. المهم أنه رد عليه ثلاث أرباع المسجد تقريبا، سورة الزلزلة الكل يحفظها، فالكل رد عليه صحح القراءة، فصحح الشيخ. فلما قضى صلاته يعني عاتب طلبته، عاتبه، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام منكم والنهى. ومن الحكمة في هذا أنه إذا أخطأ الإمام أو شيء أن يرد عليه الذين خلفه، لا أن يرد كل أهل المسجد، هذه فوضى. فكان المفروض يرد الذي خلفي فقط، ما رد الذي خلفي، الذي بجانبي، الذي بجانبي. أما أن يرد الذي في أقصى المسجد والذي في الصف الثالث هذا خطأ، يعلمهم الشيخ. فكان أعرابي بدوي يصلي فسمع هذا العتاب من الشيخ، وما يعرف الشيخ، فسمع هذا العتاب، كان معه عصاه، فقام يستند على عصاه ويقول لا والله ودك اللي ما يعرف يقرأ ما يصلي بالناس،
ولا أذكر يوما أني سمعته اغتاب شخصا أبدا أبدا، لا أذكر أبدا أنه تكلم في شخص أمامنا، وكان حريص على وحدة الكلمة. وكل ما زرنا حتى بعد انتهائنا من الدراسة، كل ما زرنا بعد أن نسلم عليه، وإذا كانت عندنا أسئلة سألناه، وإذا أردنا أن ننصرف قلنا بما تنصحنا يا شيخ، بما تأمرنا. فكان دائما يقول لنا قولة واحدة: أنصحكم بالاعتصام بالكتاب والسنة وعدم التفرق، وكونوا صفا واحدة، وكونوا كلمة واحدة، إياكم إياكم والفرقة. كان دائما ينهانا عن هذا، دائما يوجه النصح لنا في هذا الأمر رحمه الله تبارك وتعالى. هذه نبذة مختصرة عن حياة هذا العالم الجليل الرباني بكل ما في الكلمة من معنى، شيخنا الشيخ محمد بن صالح أبي عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بذكر سيرته، وأن يكون قدوة لنا ومنارا نهتدي به. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.